لما تستعملي معاها فانيليا وبيكنج باودر فاين فودز تبقى كده، والبيتزا مع بيكنج باودر فاين فودز راح تبقى كده، والبسكوت بدل ما يبقى كده فانيليا وبيكنج باودر فاين فودز تخليه كده. فانيليا وبيكنج باودر فاين فودز، الشيء لزوم الشيء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.